السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات ام العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد منو كيك منو طرطه كتجي رائعه بزاف كيف غتشوفوا في المكونات. فكيكا سهله بسيطه وممكن نوعوا بها. ففي اول حاجه غادي نحضروا واحد الكريمه. هاد الكريمه اللي ضروري خصني نوجدها ونخليها تبرد هي الاولى. فالكريمه فيها 3 كيسان عنبه ديال الحليب، كل كاس فيه 150 مليلتر، ثلاثة الكيسان، هانتو السطر ديال الحليب راه فيه 3 كيسان عنبة ديال الحليب. ها غادي نحتاج معاه 3 معالق كبار ديال السكر سنيدة، وغادي نحتاج معاه 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، جوج معالق كبار، وغادي نحتاج 3 معالق كبار ديال بودرة الكريم باتيسيير. قلت 3 كيسان ديال الحليب، 3 معالق ديال السكر، مع 3 معالق ديال بودرة الكريم باتيسيير، مع 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. فهاد المكونات غادي نخلطها مزيان وغادي نديرها فوق البوطة وكنبقى كنحرك حتى كتولي عندنا واحد الكريمة. غادي نخلطها مزيان كيف قلت لكم، غنديرها فوق البوطة وانا كنحرك مع التحريك حتى تولي ليا واحد الكريمة، ونتلاقاو باش نوجدو المقادير ديال الكيك ديالنا اللي غادي نديرو مع هاد الكريمة ديالنا. دابا غادي ندوزو الكيك. الكيك عادي سهل بسيط بزاف، فيه 3 ديال البيضات مع نص كاس عنبة ديال زيت المائدة، كاس ديال السكر، كاس ديال الحليب، 2 كيس ديال الخميرة ديال الحلوة، وجوج كيس ديال السكر فاني، والدقيق حسب الخليط. غادي نعبرو قدامكم يعني شحال فيه. فغادي ناخد الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه البيض، وغندير الزيت، وغندير الحليب. يعني كيكة عادية، من كيكة عادية نخرجو كيكة اللي تكون راقية وتحمر الوجه قدام الضياف، يعني الا جاونا الضياف ولا شي حاجة، وهكا في نهار العيد حتى هي نقدموها. فغادي نخلط كل شيء نميكسيه مزيان وغادي نتلاقاو هنا. من بعد ما خلطت هذوك المكونات كاملة على هذا الشكل، يعني كي في الخلاط كيرغوي مزيان وكيتغير اللون. فدابا غادي ناخذ ندير القياس ديال الطحين قدامكم. فغادي نعبر 2 كيسان ونشوف واش غنزيد ولا لا. غندير الكاس الاول، الكاس الاول، سيدي بابا نعمه، وغندير هالكاس الثاني. غادي نخلط وغادي نشوف. غندير 2 كيس ديال خميره الحلوه. اذا 2 كيسان ديال الدقيق ما كافينش، غادي نزيد النص ونشوف. صافي، يعني 2 كيسان ونص ديال الطحين كافيين. غنجيب مول، غادي ندير غير مول عادي اللي متقوب من الوسط. هنا من بعد خديت المول ديال الكيك، هذا غير اللي متقوب من الوسط. بغيتو ديروه يعني ما متقوبش ديروه. غادي ندير غير شويه ديال العجين المره الاولى ديال الخليطه ديال الكيك. غادي ناخد هاد الكريمه اللي درت وخليتها بردات على هاد الشكل،
نجيب واحد المعلقه ناخذ معلقه وغادي ناخذ هاد الكريمه وغادي نبدا نهزها ونحطها غير هكا. على هذا الشكل حتى نكمل هذيك الكريمه. وضروري الكريمه تكون بارده دافئه على الاقل دافئه. على هذا الشكل فكنحطوها غير عشوائي. غادي نجيب واحد سباتول باش تكرط لي الكريمه كامله على هذا الشكل هكا باش ما نخلي والو في الكسرونه. غادي ناخذ الباقي ديال العجين نغطي به هاد الكريمه من الفوق على هذا الشكل. يعني الطريقه راه سهله. دابا غادي ناخذ واحد جوج تفاحات اللي مقطعاهم هكا مربعات كبيره وغادي نحاول نديرهم من الفوق. داكشي اش قلت لكم كتجي منها طورطه منها كيك زوينه بزاف. بحال هكا. وغادي ناخذ شويه ديال لي زاموند الفيلي هكا وغادي نزوق بهم الوجه بحال هكا من الفوق صافي. وغادي ندخلها للفران. الفران كيف كنقول لكم دائما الفران بارد. ندخل الكاك ديالي العافيه تكون عليه غير من التحت. من بعد نشعل من بعد ما يطيب لينا درجه الحراره غير متوسطه يعني من نجهدوش العافيه. الا كان الفران ديال الطو غديروا دائما كيف كنقول الكاك على 170 ولا 180 درجه فقط. الا كان الفران ديال الغاز درجه حراره متوسطه العافيه غير من التحت حتى وكان يطيب لنا الكاك ويتنفخ ديك الساعه عاد نشعل عليه الفوق نحمروه وغادي نخرجوه ونقدموه بالصحه والراحه. هاد الكاك ما تيحتاج لا اننا نزوقوه لا ندهنوه لا والو لانه هو مدوز راسو يعني كريمته فيه لداخل تزين فيه من الفوق. هذا هو الكاك ديالنا البنات من بعد ما خرج من الفران. فهذا هو الشكل النهائي ديالو كيف كيجي. باقي الكاك يعني باقي سخون فكيجي طالع ومفشفش وغزال وهو يعني مدوز راسو كيف قلت لكم. فغادي نخليه حتى يبرد وغنديرو في طبق التقديم ومن بعد نقطع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو كيف كيجي. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بالقناة ديالي قناة هوات أم العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. ما تبخلوش عليا بالبارتاج للوصفة مع الأهل والأحباب لتعم الفائدة ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.